ازيكم، اهلا بيكم في بودكاست جديد وحلقه جديده وضيف جديد. النهارده بقى معانا يعني صديق الصدوق، بيقولوا له عليه الخلوق لان هو على طول يعني ما شاء الله عليه محترم وانسان مؤدب جدا. صح سمير يا عز؟ هو بيقول، انا مش متاكد من هو بيقولوا الكلام ده كله، انا مش عارف المعلومه دي. منور يا برنس حبيبي. عامل ايه؟ حبيبي يا احمد، الحمد لله. اخبارك واخبار الشغل على حسك ايه؟ الحمد لله، الحمد لله، كله الحمد لله، الهوا سوا. عجبك سي بي سي تي في؟ جدا جدا، من وهم بيتوضب مكان انا مبسوط جدا. طب الحمد لله. دايما ببدا مع الضيف بتاعي ان هو اقول له احكي لنا حكايتك. الناس اللي مش عارفه سمير عز او بدايه سمير عز، فهسيب لك بقى الدنيا كده، عيش حياتك. هتسكت انت مده طويله؟ انا هقعد كده. طيب، ممكن انام شويه. طيب، انا بدات تصوير في 15، انا فاكر اليوم تحديدا لان ده كان عندنا استوديو، يعني استوديو شعبي بنصور فيه صور عاديه وصور 4:6 بقى و5:8 والحاجات دي. افتتاح الاستوديو تحديدا كان 15/3/2003. 2003 يعني خريج ايه يا سمير؟ خريج حقوق. معلش، اي علاقه باي حاجه؟ علاقه، انا بصور من وانا في ثانيه كليه تقريبا. يعني في سنه ثانيه كليه كنت بدانا اوريدي، فتحنا الاستوديو، كنت انا ومحمد اخويا. الاستوديو يعني انا ساعتها كنت حتى بعد فتره من الفترات وجودي في الاستوديو، انت بتحب انت الحاجات دي. ايوه، بس انا ربعت بقى استمتع. كنت حتى بكتب ساعتها كتاب، كنت مستمتع بالحاجات اللي بتحصل، مواقف تعامل مع ناس كتيره قوي قوي قوي، كنت مسميه حتى يوميات مصور مغمور، في حاجات منه موجوده على الفيسبوك. كانت حتى ناس كتير قوي متابعه تقريبا. انا يوميات مواقف كوميديه بتحصل من الحاجات اللي بتقابلنا يعني. انا كنت بصور، وبرده الناس لما بتسمع ساعتها، لما بتسمع الارقام اللي كنا بناخدها ساعتها، المصورين اللي شباب اليومين دول يعني بيتخضوا. انت بدات من القاع تحت خالص. الـ4:6 يعني بفتخر. الفتره اللي هي 2003 والجوده، وساعتها كان طفره. طف يعني كان بدايه دخول الديجيتال، الكاميرات الديجيتال في التصوير. وبدايه ظهور الفوتوشوب بشكل قوي جدا، كان مسيطر على عالم التصوير. حتى انا لما قلت لك على الرقم قبل التسجيل انت تخضيت. قلت لك انا كنت بعمل الصوره ساعتها فوتوشوب للاستوديوهات اللي ما عندهاش فوتوشوب. طبعا كان فوتوشوب بشكل بدائي شويه. كنت باخد في الصوره الرقم ده، العمله اللي انا اولادي ناس كتير ما تعرفهاش في مصر، شباب جديد، ريال. ريال ده اللي هو 20 قرش. 20 قرش، يعني الجنيه يتقسم 5 ريالات. 5 ريالات، تمام. فساعتها ده كان سعر الصوره فوتوشوب. يعني احنا كنا نعمل الصوره، انا مش متخيل يعني ايه ريال. مش متخيل، لان احنا ساعتها كانت الصوره اصلا بتتصور في الاستوديو كله ب 3 جنيه وفيها طباعه. يعني كنا بنطبع الصوره ب 3 جنيه كسبانين نبيعها. اقول لك على حاجه غريبه جدا، الفرح كان ب 90 جنيه. يا جماعه، انا سمير عز، انا في يوم من الايام كنت بصور البوم فرح مطبوع في الاستوديو بتاعي ب 90 جنيه. فلا يعني في فترات كده انا بفتخر جدا بحاجات، لان الحاجات دي انا اتعلمت فيها، مش هقول لك اتعلمت فيها تصوير قوي بصراحه، بس اتعلمت فيها الدنيا. يعني اتعلمت فيها التعامل، حاجه كده شبه الجيش شويه. انت بتتعامل مع جميع الفئات، بتتعامل مع ناس كتير جدا. وبتتعامل مع ناس وموظفين. انا فاكر كان عندنا مواسم ساعتها، برضو انت برضو الحاجات دي انت بتستمتع بيها، ما حضرتهاش. كان عندنا موسم صور بتاعه الهجره. ودي ما كانتش 4:6 ولا 5:8، دي كان اسمها 5:5. تمام، دي بيطلبوها مثلا السفارات او حاجه كده، عشان الجرين كارد بتاعت امريكا. الناس اللي بتقدم على الهجره العشوائيه بتاعت امريكا. فكان مبدئيا كده في ناس كتير، الاف الناس بتقدم في مصر. فكان اللي يقدم على صوره 5:5 لازم تيجي تصور في استوديو، لانه عارف ليها معايير معينه. لازم وشك يبقى موجود بزاويه معينه ومنور باضاءه معينه. السيزونز بتوعكم يعني هجره، مدارس، عيد، افراح، عارف الجو. يعني كان عندنا مواسم كده معينه بنشتغل فيها، في مواسم معينه مش بس. كان عندنا مقياس الاستوديو اللي شغال كويس، ده هو يعني بيبدا يكسب، بتصور كام 4:6 في اليوم، بتصور كام 5:8 في اليوم. عندك فرح، عندك يوم، كان يوم الخميس تحديدا عندنا في الاستوديوهات لازم يدخل لك على الاقل، لو ما دخلكش فرح او فرحين ثلاثه يبقى انت يا دوب كده بتمشي امورك. طبعا على انا كان الاستوديو بتاعي صغير جدا، يعني حاجه محكومه جدا. في استوديوهات ثانيه اللي نفس المنظومه دي بس على اكبر شويه، تقف بالطابور تستنى دورك وانت داخل عريس وعروسه تتصوره. تقف بره او تقعد في عربيتك كده تستنى لما العريس قدامك يتصور وانت ليك دور تدخل تتصور. بتتصور صور محدوده جدا، 6 صور في البوم مطبوعين، بتاخدهم وبرواز مثلا كده 30 في 40 90 جنيه 90 جنيه 120 جنيه 150 جنيه لما الدنيا غليت شويه. ذكريات. وانت فضلت يعني مستمر
في قصه عندك استوديو انت كل ده بتصور جوه الاستوديو مفيش اي حاجه بره اصلا صح؟ كان ثقافه الاوت دور في مصر كانت لسه ما طلعتش. يعني انا فاكر في ايام من حياتي رحت صورت فرح في مينا هاوس وانا واخد معايا الكروما والاستندات. يا نهار ابيض والله العظيم هي كانت الثقافه كده. يعني كانت الثقافة كده. انا معرفش انا ومين هاوس روحت عارف الجزئية اللي في القاعة اللي فيها الدفاية البني الكبيرة دي. انا فاكر ان انا حطيت الكرومة قدام الدفاية وصورت على الكرومة البيضة. انا برضو انت فكرتني في حاجة. اول ما نزلت اصور افراح بعد ما خدت الكورس كنت منزل مع محمد علاء. فكنت طبعا انا بساعده وكنتش لسه بصور او هاي حاجة. فكنت بروح بشنطتين مليانة هدات. كنا مدور على مكان فيه فيش. كان لسه برضو موضوع الفلاشات والهاي سيكس بيت والجو ده الكلام ده كله برضو من سنين ومشتركات وفكرة بقى ايه ان لازم انا مع محمد. ليه محمد؟ عشان ينقل من لوكيشن لوكيشن ده في جداً. حاجة ده في قلبان هيحصل. انت هتلم بقى كانش في كروما الصراحة مش بروح كروما بس انت تلم بقى السوفت بوكس وتلم الهدات والوصلات وتروح دور على فيش تانية والكلام ده كله. فالموضوع كان زمان مش زي دلوقتي. الموضوع يعني كان في ساعتها كمان كان يعني كان الميزة ساعتها ان انت بتشق طريق صعب قوي قوي. عارف انت الشغلات اللي بتبقى مش موجوده كتير. يعني انا فاكر فترات من فترات وجودي في الاستوديو لما الموضوع بدا يتطور شويه بدانا نبدا ننتج بشكل مختلف شويه عن الـ عن الـ عن السوق بتاع الاستوديوهات. يعني بقى انا بيبقى عندي مثلا كان ساعتها ما كانش اسمه فوتو سيشن. كان ساعتها يقول لك بتصور فيلم. الفيلم ده يعني يجي يعمل سيشن عندك 30 صوره في المكان برضه حتى وهو ديجيتال. بس هما كان لسه ثقافه الفيلم النيجاتيف موجوده. فكانت الناس بتقول لك انا بتصور فيلم. يعني هما كانوا بيصوروا بديجيتال لكن المسمى فيلم. هو اسمه هو بيتقال عليه فيلم. فيلم ده يعني 30 صوره بيجيب معاه لبس الممثل بقى الجديد اللي كان لسه حتى الممثلين بيقولوا فيلم. تمام. والكفرات المجلات يقول لك اجي اتصور فيلم عند فلان الفلاني عشان كفر المجله اللي هتنزل. يجي معاه كذا لبس وبتاع ويبدا يتصور الفيلم. الفيلم ده بقى 30 صوره يطلعوا ممكن يطلعوا اقل من 30 صوره شويه بلبس مختلف. كان بدأنا بقى ناخد سياق مختلف شوية. فبدأت أقل شوية من الأربعة في ستة. بدأت أقل شوية من فالستوديو بدأ واحدة يتحول واحدة بدأ يتحول لمكان تاني. بدأ يتحول لمكتب مختلف شوية للتصوير. ومكملين الموضوع حلو قوي. طيب فكرة برضو النقلة اللي انت اتنقلتها من فكرة انت عندك استوديو أربعة في ستة والكلام ده كله لغاية سمير بقى واستوديو سمير والاوت دور الاندور والكلام ده كله. اه كان اسمه استوديو سمير ومحمد وسمير الاول. محمد وسمير محمد يا عز احلى مسا. كان مصور رائع. يعني صوت اوجه للكارير التاني. انت خدتها ازاي؟ ما انت برضه خد بالك انت بتنقل من حته مش عايزين نقول شعبي او حاجه بس اللي هو كان الطبيعي. هو ساعتها ما كانش غير الشعبي. هو ما كانش غير الكلام ده كله موجود بس. ومره واحده الديجيتال بقى والكاميرات والدي اس ال ار والكلام ده كله. هقول لك كنت بدات الاول كنت بصور. يعني اول الديجيتال كانت كاميرا انا فاكر حتى الكاميرا بالظبط هي ايه. كاميرا كودك 3 ميجا بكسل 3.1 ميجا بكسل انا مش هنساها. وكنا حتى الهدات اللي في الاستوديو عشان تشتغل مع الكاميرا لازم فلاش الكاميرا يشتغل عشان يسينك. عشان الفلاش وما كانش فلاشات كانت فلاشات قديمه جدا كده. عشان تشتغل لازم تشوف فلاش الكاميرا. وعشان نخلي فلاش الكاميرا يسمع في الفلاشات اللي موجوده في الاستوديو انت مستمتع بالكلام ده يسمع في الفلاشات اللي موجوده في الاستوديو وتسينك معاها في نفس الوقت وما ياثرش قدام على البورتين اللي بصوره بنحط قدامه ورقه بيضه وبنقوصها كده بحيث ان هو الاضاءه تاثر في الجوانب اكتر ما تاثر قدام. فكان الموضوع ليه معادله كده غريبه. بعد كده بدا يظهر السلك الواير اللي بين الكاميرا وبين الهيد. وبدا مع شويه التريجر بقى بدا التريجر من القديم قوي. كان عندنا تريجر يعني رهيب. يعني صوره واحده بيسينك و20 صوره بيسينك. يعني كان الموضوع معقد شويه. بدا الموضوع يتطور شويه في ان احنا بدات انا كنت بحب اتفرج على بوسترات الافلام الاجنبي قوي ساعتها. يعني انا بحب الافلام الاجنبي عموما بحب بوسترات الافلام الاجنبي. كان الانترنت ساعتها هو الطفره بقى. في انترنت في يوتيوب. انا فاكر حتى الموقع اللي انا اكتر موقع في البدايات دي كنت بحب اتفرج عليه ومش فاكر مش عارف هو موجود دلوقتي ولا لا والناس عارفاه اسمه ديفيانت ارت. ديفيانت ارت ده كان موقع لكل المصورين اللي في العالم. وكانش لسه بقى في 500 بيكس بقى ولا كان في ديفيانت ارت وكان في فليكر. فليكر موجود لسه موجود. ديفيانت ارت موجود برضه بس هتلاقيه مش مشهور قوي. كانت المواقع دي فيها انك بتشوف مصورين العالم كلهم بيعملوا ايه. بقى تغيير بقى يعني في انت الغيره بقى هو ايه ده هو انا ليه ما بعملش كده. مبدئيا الكاميرات طبعا معداتنا كانت بالنسبه اللي انا كنت بشوفها هي ضعيفه جدا جدا. ودي كانت يعني لسه قبل النقله اللي حصلت في الديجيتال في مصر. يعني قبل الثوره بتاعه ال5 دي مارك 2 لان دي اكتر كاميرا عملت ثوره في تاريخ مصر. اول كاميرا بتصور فول فريم وفيها فيديو في نفس الوقت. دي كانت طفره. كان ساعتها بقى الكاميرات الفوجي انا فاكر كان اسمها مش عارف ايه كده 3000 وبعدها
بحاول اطور بقى، بحاول اواكب وبحاول اشوف الناس بتعمل ايه. الكاميرا ايه ده، هو في عدسات ينفع تركب؟ انا كنت بكلمك في الفتره دي المعلومات كانت غير متوفره تماما، معلومات كانت على اليوتيوب صعبه وضعيفه اهيد ومش موجوده. نضيف على ده كله ان الانترنت كان ضعيف جدا، يعني انت عشان تشغل يوتيوب 240 03 سبعات 5000 لا بعد الفتره دي بشويه يعني كان بدا يدخل بقى الدي اس ال بس واصله من حد جايب مش عارف ايه 128 كيلو بايت اللي هو كان برضو بطيء جدا يعني. عشان تشوف محتوى فانت لازم تقعد قدامه كتير، انت صبور جدا، فكانت المعلومات صعبه، حتى المعلومات اللي في الايديت كانت شبه مش متواجده تمام. فبنبدا نتوارث المعلومات، حتى البرامج نفسها سمي يعني، حتى الفوتوشوب زمان ما كانش زي دلوقتي خالص. دلوقتي انت بتسلكت بتدوس الزرار بتسلكت الدنيا كلها، زمان كنت اكيد يعني الموضوع كان معقد، كان صعب كان جدا معقد معقد جدا يعني. مش معقد وكان بس متعب، وكان بقى بيحصل يا جماعه مسابقات بيننا وبين اصحابنا اللي بتشتغل في الموضوع في نفس الفئه ساعتها، مين اسرع واحد يعمل سيلكشن للجسم ده وهو بيتكلم، وهو بيتكلم ومين اكتر حد ممكن ايده تبقى سريعه على الكيبورد. يعني انت في الفترات اللي كنا بنقعد فيها دي احنا كنا شبه مقيمين. اولا كان السوشيال ميديا مش موجود، كانش في فيسبوك، انا بكلمك انت متخيل مفيش فيسبوك مفيش انستغرام مفيش واتساب. يخرب بيت الزهق، مش زهق ساعتها احنا كنا عندنا طاقه، يخرب بيت الفضا، لا والله كانش فضا قد ما هو عندنا طاقه عايزين نطلعها في حاجات ليها علاقه بالشغل. فكنا بنقعد يعني طول ما احنا قاعدين انا كان عندي ليل نهار ممكن اقعد اصور، يعني اي حد من اصحابي موجود قدامي في الاستوديو وانا ما عنديش شغل بقول له تعالى صورك اجرب فيك، ما حد ما فيش معلومات، اجرب اصورك من فوق وانا واقف على كرسي واجرب اصورك من تحت، ما كنتش لسه اعرف معلومه يعني ايه برسبكتيف، يعني ايه الصوره من فوق دي ليها تاثير عامل ازاي ومن تحت ليها تاثير عامل ازاي، تاثير على الجسم وتاثير على الشكل وتاثير على الرساله اللي بتوصلها الصوره اللي ممكن دلوقتي بندرسها. الموضوع ساعتها كان اكتشافات بحته. الزراير اللي في الكاميرا دي ما حدش كان بيعرف فيها ايه، الكاميرا كانت بتجي لنا ساعتها من غير كتالوج ولا حتى يعني دلوقتي الواحد لو عايز متأزم في حاجه لو دخل على اليوتيوب وكتب الزرار ده بيعمل ايه هيلاقي مليون الف توتوريال بيتكلموا عن الكاميرا، كل حاجه الحاجات دي كلها اجتهاد كانت شخصي بالنسبه لك، كان اجتهاد وتجارب رهيبه ونروح ونكتسب معلومه من حد يقولها لك بالصدفه والناس تخبي عنك معلومات عشان هو دي كانت اسرار مهنه. طب امتى دخلت حسيت نفسك ان انت بقيت خلاص في السوق اللي هو الجديد؟ يعني انت لسه كنا بنتكلم من شويه انت اول حاجه بداتها في الويدنج صح؟ مش اول حاجه لا، انا يعني من تطور الاستوديو التطور الجزء الفني بتاع الفنانين شويه والممثلين والفوتو سيشنز الخاصه بالناس لوحدها دي كانت فتره كبيره في حياتي. وبعد كده الويدنج، يعني الويدنج المرحله الثالثه الويدنج خد مني فتره كبيره جدا. الويدنج كان بدا بقى ذهني او فكري يبدا يتزن في الموضوع التصوير، بدا تبدا تحصل الثوره في عالم التكنولوجيا بتاع التصوير بشكل سريع، وفكره ان يبقى في فوتو سيشن بره والكلام ده كله بدا الموضوع يظهر بدا يبقى في سوشيال ميديا شويه، فموضوع انك شغلك يتشاف بيخليك انت عندك حافز ان انت تنتج بشكل اقوى بكتير. كان الاول شغلك بيتشاف من منظور الاستوديو والناس معارفك والناس اللي بتصور وتوري الصور لبعضها تمام. انا كنت بتباهى بان انا بعمل الالبوم الفرح شكله حلو عشان لما عريس او عروسه توريه لحد يقول لها عايز اتصور عند ده زي ده انت متخيل دلوقتي لا انت ممكن الصوره تحطها على الفيسبوك، كان الموضوع بيسبق يعني بيجري، عدد كبير بيشوفه ايام ما كان الفيسبوك بيديك ريتش رهيب وريتش 100% الله يرحمه دلوقتي خلاص لازم تدفع كله راح. ادفع عشان تعدي كله بيدفع دلوقتي. طيب زي ما قلت لك احنا بدانا في الويدنج صح؟ احكي لنا بقى عن حياتك في الويدنج قبل ما تنقل اللي انت فيه دلوقتي او الخطوه الجديده بقى. الويدنج كان بالنسبه لي عارف انت الباب السحري. انت قعدت كام سنه ويدنج؟ مين لي ويدنج؟ انا عارف انت بتصور كل حاجه لكن بيبقى عندك مثلا حاجه معينه انت ماسكها لمده مثلا كام سنه وتسيبها وتخش في اللي بعديها وكام. تقدر تقول الويدنج مثلا من احنا في 2000 وكام؟ 24 السنه الجميله دي يعني تقدر تقول مثلا من 2015 مثلا او 2014 خمس ست سنين يعني خمس سنين مثلا ويدنج بشكل قوي يعني ويدنج بشكل قبل كده كان في تخبيط طبعا عقبال ما النقله بتاعت كده للويدنج خدت شويه وقت عقبال افهم الموضوع ماشي ازاي كويس. بس الويدنج عارف انت بقول لك هو الباب السحري بتاعي اللي انا لقيت فيه حاجات كتير قوي. ما انكرش انا دلوقتي ممكن ما بكونش بصور ويدنج بشكل قوي او بشكل كامل، مكتبي مش قائم على الويدنج وشغلي مش قائم على الويدنج، بس كان اللي ساعتها الويدنج هو كل حياتي، اتعلمت منه حاجات كتير قوي نفعتني في كل حاجه. انا حتى في كورسات الويدنج لو انت كنت ممكن مره شفتني مره بقول حاجه زي كده، المجال الويدنج فوتوغرافي هو اكتر مجال ممكن تتعلم منه عن التصوير كل حاجه فيه، كل لان هو فيه حاجه من كل حاجه عن التصوير بالزبط. هو مش فيه كل حاجه يعني ما ينفعش وانت عايز تصور وانت بتصور ويدنج بشكل اساسي تاني يوم تصور برودكت انت هتعطل،
بس على الاقل هتكون عارف تفاصيل صغيره، لان اكيد صورت خاتم بالزبط. صورت دبله عرفت ان في يعني في عدسه ماكرو عرفت في يعني عدسه وايد، صورت في اوضاع مختلفه ان دور واوت دور وبره الفندق وجوه الفندق، وشفت البارتي وشفت يعني ايه اضاءات مختلفه. الويدنج بيديك فكره عامه عن كل حاجه. مصور ويدنج فكرته حلوه جدا عن التصوير ككل. لا الصراحه كمان يعني تصوير ويدنج صعب يا سمير، مش سهل خصوصا انت بتحط في مواقف. يعني فكره اصلا عارف نايت مير او الكابوس بتاع المصور اللي يخش يلاقي الاضاءات بتاعه القاعه كلها دي بايظه وبتاع النايت مير اللي بتتكلم عليه ده من وانت رايح اصلا. فعلا الله العظيم. فبيعلمك حاجات اللي هو انت تصرف الموضوع هتعمل ايه الويدنج فيه، وبعدين بيحصل فيه موضات بقى وترندات وهنعمل ايه ومش هنعمل ايه. وانا حضرت فتره الصور المجنونه، وصورنا واحنا بننط وصورنا واحنا بنجري وصورنا احنا بنشد. ده في اول حاجه خالص سمير الصور ده في بدايات في بدايات العصر الذهبي للويدنج. ايوه بالظبط. يعني بدايات ما كان لسه الناس بتفهم يعني ايه صور ويدنج. في قبلها بقى الفتره اللي قبلها اللي هو يعني ان انت تروح اصلا تعمل صوره منوره حلو، ده في حد ذاته طفره. يعني ده في حد ذاته اصلا يعني ما كانش حتى بيشتغل رو. يعني كان الرو لسه ساعتها ايه رو يعني انا ليها لسه هتعب وافتح الرو واعمل ايديت اول وجديد. فكان الصوره بتصور جي بي جي وهي في الشمس يطلع فيه اوفر اكسبوجر في الفستان مع عادي علاج. الناس بتعدي مفيش علاج في الكلام ده. كان وكان الكاميرات ساعتها الدايناميك رينج بتاع مثلا ال 60 دي مثلا بتاعت النيكون مثلا دايناميك رينج مش هتلاقيه هيقدر ديك المساحه. هي الفتره دي تقريبا بتاع يعني كانت اقوى كاميرات المارك 3 و6 دي مارك 2 مارك 6 دي المارك 2 انا بعتبر المارك 2 هي المارك 3 انا اللي انا اعرفه ان هي اكتر كاميرا باعت في تاريخ تقريبا الكاميرات تقريبا. بس اللي عملت الطفره دي كانت المارك 2 الكانون 5 دي مارك 2 لغايه فتره قريبه جدا كانت ناس بتستخدمها في التصوير تصوير الفيديو تحديدا. كانت حلوه، كانت كاميرا غريبه. البادي الجديد ده البادي المغنيسيوم القوي بقى والكاميرا الفول فريم المحترمه وبتاع والقوائم الغريبه اللي ظهرت دي واللي قدرت تحرك كان مساحه التصوير بتاعتها جديده وغريبه. حتى انا فاكر ان اول كاميرا فول فريم جبتها كانت ال 5 دي مارك 2 وكانت كنت طالع من ال 6 دي 60. انت قعدت فتره ب 6 دي 60 دي 6 دي ما جبت 6 دي قبل كده؟ جبت 6 دي جبت 6 دي بعد المارك 2. انا قصدي انت قعدت فتره بيها كبيره بال 6 دي. كنت شغال بيها كتير. انا دايما بحب الكاميرات الاحدث عموما عن الكاميرات الاعلى في الفئه. يعني المارك 3 وال 6 دي مارك 2 الاحدث المارك 2 ال 6 دي مارك 2 انا في الفتره دي من حياتي انا كنت بميل للاحدث. فهمت قصدك يعني اجيب الكاميرا الاحدث وما اجيبش الكاميرا الاعلى في الفئه بتاعتها. فهمتك فانا كنت بدور على الفكره دي لغايه ما طبعا المارك 3 قفلت شويه المنطقه دي والمارك 4 طبعا قفلت المنطقه دي شويه والار والحاجات دي. فتره الويدنج بقى تخبط كتير بقى وتجارب وانواع كتيره من التصوير ونجاحات واخفاقات طبعا وفشل كتير. اعتقد يعني هي دي الفتره اللي خلقت بقى مصور الاساسي سمير عز والاستوديو والتيم بتاعك والشكل والثيم يعني الفتره اللي خلقتني وشكلتني هي الفتره الاولانيه. لان انا عمري ما كنت هكمل في الويدنج وعمري ما كنت هجيلي القدره ان انا انقل من الويدنج لفئة تانية بكل الاريحية دي. اللي هو انا عندي اصلا حاجة قبل الويدنج كنت مسنود عليها ان انا عندي خبرتي في الاندور وفي الاستوديو كبيرة. بتحب اكتر تشتغل في الاستوديو صح؟ لا حاليا بحب يعني بصور في اي مكان ما عنديش يعني قصدك بتميل لايه يعني انت يعني جالك مثلا انا من مدرسه السهل البسيط جدا في الاستوديو. يعني انا نادرا ما هتلاقي لي مثلا صوره فيها اضاءات ملونه وفيها سبوتات كتير وفيها يعني انا بحب المدرسه الهاديه جدا مدرسه البساطه اللي خصوصا انا دلوقتي بصور فاشن بشكل يعني اكتر. فانا مدرستي دلوقتي في ان انا لازم شغلي يبقى منور بشكل كويس منور بالكامل. اهم حاجه ان الصوره تطلع كواليتي ومنوره كويسه بقى. اي شغل تاني ما مش في عوامل بقى تانية كتير بره التصوير بقى. يعني انت ما تندرج شويه في التصوير حتى لو سالت الناس كتير هتلاقي انت انا بصور وبكسب من التصوير بس هو مش التصوير بس هو اللي بيكسبني. تمام في حاجات جنب التصوير تعامل بقى ادارتك في مكتب واداره ده اللي كنت هسالك فيه بقى. فكره ان انت اتنقلت من سمير عز او سمير ومحمد لكوربريت بقى عز شركه والكلام ده كله امتى وازاي وفين وامتى قرر الكلام ده كله وايه الحلو وايه الوحش؟ هو تقريبا كده خمس سنين كان الموضوع بشكل اساسي يعني بقى يعني على النور يعني ظهر للنور بشكل اساسي من خمس سنين.
التيم بتاعك لما بيكبر معاك، خصوصا يعني انا عارف ان انتوا ما شاء الله هنا، انا بحترم جدا سي بي سي في الموضوع ده، يعني انا بحب جدا التلاحم اللي موجود والناس اللي موجوده من زمان، وبحب بحب المؤسسه تكبر كده بناسها. يعني انا بفخور بالموضوع، انا حتى بفتخر بالناس اللي شغاله معايا. انا عندي شغال ناس شغاله معايا بقوا مصورين دلوقتي، وبقوا يعني عمود من عواميد المكتب وعمود من عواميد الشركه بتاعتي. كانوا بادئين من الصفر، يعني الناس جت ما تعرفش حاجه عن التصوير تماما، وجم بعديها بكتير. يعني هم مش بادئين معايا من 17 سنه، لا، في ناس بادئه من 5 سنين ومن 4 سنين، ودلوقتي هم انا لما باجي ارشحهم في شغل بقول لا خد فلان ده مصور عندي في مكتب، ده زي بالظبط تمام، لان انا واثق في اللي بيحصل. يعني هو اوريدي انا مبدي خبراتي ال 17 سنه اديتها لك انا في الثلاث سنين دول، فخلاص. يعني انت طبعا في ناس بتتفاوت، يعني في ناس موجوده بتبقى اشطر من الناس على حسب استيعاب شخصي، في ناس بتتخصص اكتر، يعني في ناس ممكن تلاقيه راح اتجاهه انا قريته بقى مع الوقت، انت في الفاشن هتبقى اشطر، وانت في الايديت هتبقى اشطر، وانت في الويدنج هتبقى اشطر، فيبدا بتاقلم الموضوع. طبعا الروح بتاعت الاخوه في المكان دي مهمه جدا، أكيد طبعا ما يمنعش ان في اداره، اكيد يعني في وقت الاداره اداره، وقت الهزار هزار زي ما بيقولوا. اي بالظبط كده. انا بتعلم من محمد على اشعاد في الموضوع ده، بحب صلابته صراحه. محمد ناجح قوي في القصه دي، انا يعني. بحبه في الحته دي، بحب ان هو ان انا يبقى اي نعم. انا الحمد لله ما عنديش الكم ده من الموظفين يعني والمصورين، بس يعني بحاول استفيد كده من بعض التعاملات. يعني امتى ابقى قاسي شويه، وامتى ابقى سهل، وامتى ابقى اصحاب جدا، وامتى لا لازم ناخد بالنا احنا كده بايه، هنخسر شغلانة او هنضيع حاجة. خصوصا ان احنا ساعات شغلنا بيكون مرتبط جدا بحاجة ما ينفعش تبوظ، صح؟ يعني انت لو عندك فرح وباظ، دي مصيبة، دي اسوأ كابوس ممكن يعدى على المصور، او ميموري يضيع منه الفرح، ودي حصلت، دي حصلت معايا برضو. ما فيش حد صور افراح ما حصلتش معاه ان في صور راحت. عارف الازمة الكبرى فين؟ في ان انت تقوله بس. ولا يعني دي اكتر حاجه انت شباب. مش عارف متقبله الموضوع هيبقى عامل ازاي خالص، كارثه. اصلا بتبقى من جواك عارف ضميرك بيأنبك ومرعوب. حصل معايا في كورس الويدنج، كنت عامل يوم مسميه الباك اب، بس عشان ازاي تعمل باك اب بشغلك. اول باك اب من انت تكون معاك سكند شوتر، انت لو انت عندك القدره ان انت يكون معاك سكند شوتر بيصور نفسي على الاقل الاحداث المهمه في نفس الوقت معاك. يعني انت عارف الافراح عندنا ايه، الزفه، كاتب الكتاب، الفيرست دانس، الصور الجماعيه، الكيك شو، متالي دي محفوظه خلاص. دي الحاجات اللي هو ايه، غير كده، غير بينهم كده في رقص، يعني غير الحاجات دي في رقص، لو وقعت منهم حاجات ممكن ايه تعدي تمام. انما الحاجات دي ما ينفعش تفوت منهم حاجه. لو عندك امكانيه معاك سكند شوتر، ده بالنسبه لي بيصنف في الباك اب تمام. في سكند شوتر على الاقل واخد زاويه ثانيه احتياطيا، لان تقع منك حاجه من الحاجات دي، دي حاجه، ده اول حاجه في باك اب. تاني حاجه في باك اب الميموري، انا باخدش ابدا كات. يعني انا باخدش مع الميموري ابدا كات، لازم كوبي واسيب النسخه على الميموري زي ما هي، اتاكد انها نزلت على الجهاز بشكل كامل، موجوده على جهاز تاني، طمنت انها موجوده على جهازين، امسحها من على الميموري. وده بيستدعي ان انت يكون معاك اكتر من ميموري، اكيد طبعا، عشان احيانا يعني انا في احيانا ميموري، ولغايه دلوقتي انا في الموضوع حتى في الفاشون، يعني ممكن اجيب لك اي كاميرا ميموري بالصدفه من الكاميرا بتاعتي، تقول لي السيشن ده منين، اقول لك السيشن ده عدى عليه 15 يوم. عارف في حاجه برضه، انا يعني بعد الحوار ده انا بقيت بعملها الكاميرات طبعا زي مارك فور، بقى فيها مكانين للبتاع ده الاثنين، واحد اساسي الرو والتاني جي بي جي، ويفضل انا حاطط الكارت سي اف اللي هو كبير 128 جيجا، حاطه في البتاع ده بياخد جي بي جيهات بس، والرو في ال 64 اللي هو الكارت الاس دي، جي بي جيهات على 128 ممكن تقعد مثلا 10 افراح ولسه بتاع ده. يعني دي معلومه برضو لو حد بيسمعني يعني ويسمعها، يا ريت يعملوا الكلام ده كله، لان فكره انا مريت بالظرف ده وسمير مر بالظرف ده، فكره انت تكلم العريس او تكلم الشخص المسؤول ده تقول له صورك بتاعت يوم احلامك اللي هي مش هيتكرر تاني في حياتك ضاعت، انت هتقعد 10 ايام مش عارف تقول له ازاي، دي مصيبه يعني. وفكك بقى من قصه هرجع لك فلوسك، وفكك من قصه هصورك تاني، ما فيهاش هترجع مع عزيمي ازاي، ما فيش الكلام ده كله. كمان من اللي كان من الباك اب ساعتها بقول لهم الناس اللي كانت بتصور رو بس، لا برضو على فكره مش بستخدم جي بي جي في اي حاجه، انا كواحد بس الجي بي جي بس لازم اصوره، لازم بصور الرو جي بي جي مع بعض. ليه بقى؟ لان مفيش ولا مره في برامج بترجع بتعمل باك ريكفري بس ما بيرجعوش الرو تمام، ولو بيرجعوا في حاجات بتبقى كلها لا بايظه، لا في حاجات مش موجوده بس اصلا، بس لو طلع لك صوره من الحدث اللي انت عايزه، صورتين سلام وبتاع، وطلعوا من الجي بي جي بتمشي زي الفل، الدنيا تبقى كويسه. دي حصلت معايا كذا مره، عملت ريكفري ورجعت الجي بي جي. انا برضو فاكر موقف لكريم مسلم، كان برضو حصل له حاجه زي كده،
والعريس دفع فلوس وكريم دفع رقم مهول يعني عشان يرضي العريس. اهو انت هي يعني كل مصورين الدنيا حصل لهم موقف ده. فيعني نتمنى ان بالخبرات دي بنقولها اهو ان هو محدش يقع في تماما خصوصا الناس يعني. انا برضو يعني حضرني كده من فتره كده بمجموعه من الشباب بيجي لي انا الناس بتحكي لي مشاكل وبتحكي لي مواقف زي كده. لا في برضو في جيل طلع كده مؤخرا يمكن انا بقول لك شفت الجزء بتاع القاعه اللي انا طلعت منه ده والبدايات الصعبه وبتاع. في جيل طلع في الموضوع هو سهل فمستسهل كل حاجه بالظبط. يعني في جيل طلع لقى الموضوع سهل ولقى المعلومات سهله ولقى الكاميرات متاحه في تمن ايده ولقى ان هو يقدر يشهر نفسه بصوره على الفيسبوك متاحه. السوشيال ميديا برضه مش مخليها حاجه. فهو مستسهل الموضوع فهو مش مدي الموضوع قيمته القويه كبزنس كشغل. احنا في جزء احنا بنحمد ربنا جدا ان احنا بنشتغل في حاجه بنحبها ودي من اكبر نعم ربنا على البني ادم. انت تكون شغلك بتحبه. ده في ناس بتروح شغلها مقهوره يعني اللهم لك الحمد يعني. في ناس بقى بيروح يصور ايه المشكله يعني ما الصور تروح يعني عادي عادي. او اقول لك مثلا ايه انا مسحت الصور يعني انا جات لي مره مشكله من شخص صديق قال لي مصور صغير صورني تمام واداني صور فقلت له لا بس كان في صور تاني كتير قوي حلوه انا فاكر احنا صورنا صور قليله جدا انا مسحتها ما كانتش عجباني. ده 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 كده استسهال ده كده ده كده ده كده كارثه كده. انت عندك ما عندكش القيمه اللي انت بتصورها انت مش عارف انت بتعمل ايه خصوصا في فرح. فرح دي كارثه. اي صور فرح مهمه انا شايف اي صور فرح مهما كانت يعني بالنسبه لك بما ان انا يعني كذا سنه في الموضوع فانا حضرني مواقف في موضوع الافراح دي. انا اتسالت على صور بعد 5 سنين ما كنتش طلعتها يعني بعد 5 سنين ما كنتش طلعتها في البارتي بتاعه والد حد متوفي كان موجود في فرح وما لهوش صوره تماما في حياته غير صوره انا صورتها في فرح ما كنتش سلمتها لان انا كنت شايف ان الصوره تقريبا العريس فيها مغمض او العروس فيها مغمضه. فانا اتسالت على الصوره بعد 3 سنين او 4 حاجه شبه كده يعني. فدورت على الصوره ولقيتها ولقيت ان الشخص هم عايزينه موجود في الصوره ومفتح ودي صوره كويسه جدا. ما بينسوش يا سمير اي حد بيتصور في بتاع ده فاكر الصوره صور ده كان بنت صغيره كده وكانت قاعده جنبي ما بينسوش الصور سبحان الله. وانا كسمير انا بحس انا بحب صوري وما بحبش امسحها يعني انا وحتى انا برضو يعني انا من مدرسه ما بمسحش الصور بايظه من على الكاميرا. انا برضو كده ما بمسحش في مدرسه ثانيين يقول لك بايظه خلص لك خلص وانت يعني فرح حد كذا حد قدامي قال لي انا بفلتر واقف على الكاميرا. قلت له لا انا ما بعملش زيك ولو هو بيشتغل في التيم بتاعي وهو جديد على التيم بتاعي او جاي يؤدي مهمه في التيم بتاعي محتاجه او مزنوق فيه في يعني زود في التيم بقول له اشتغل بطريقتي تمسحش انت سيب لي الصور زي ممكن صوره بتعديل لما تتقلب حاجه واو يعني انا هحتاج منها ايه ما تعرفش ايه اللي ممكن تكون في الصوره دي انت هتمسحها انت مش شايفه ممكن انا اكون شايفه انت مش شايفه وهكذا. ففتره الويدنج تعليم كتير قوي وتعاملات مع الناس بقى. بس هي انا صعبه وسهله صعوبه في انك توصل لمرحله فيها كبيره وانك تكبر في الويدنج لان هو تحديدا الويدنج اكتر مجال فيه منافسه في مصر صح كله بيروح ويدنج عشان في سهوله عشان سهل انا في البداية. سهل الدخول فيه سهل الدخول لكن مش سهل التعامل فيه او الاستمرار فلاش يا عم ده واحد صاحبي بيتجوز قريبك انت بقيت مصور ويدنج خلاص لدرجه ان انت في ناس اصلا يعني كاميرا وعدسه بس من غير فلاش ده في ناس في عرفه وفي مصر انت عارف في ناس بتشغل ناتشورال لايت بس يقول لك انا ما بصورش فلاش حتى في البارتي هو انا هطلعه كده تمام. سهوله الدخول في الموضوع وسهوله انك تقدر تنتج صوره كويسه الايديت برده بدا يساعد بشكل كبير وبيخلي الموضوع مخيف جدا رهيب لدرجة ان انت انا حضرني يعني في فترة انت اكيد عارف الفترة دي من 2 سنين ولا حاجة ظهرت كده مدرسة من مدارس الايديت في الويدنج خلت كلنا شبه بعضها بالظبط يعني هو الايديت واحد في كل حاجة يعني مش اي ستايل مفيش اي ثيم مفيش اي حاجة في ترند ايديت كده طلع فجأة كلنا شبه بعضها جدا والفستان الابيض الخشن قوي مش عارف مين مش عارف ده شغل مين يعني انا لو انا بدور على اللوجو او بدور مين منزل البوست ده عشان اعرف صور مين انما بكلمك قبل كده بقى كان طبعا الاب الروحي انا بسميه الاب الروحي للمودرن ويدنج فوتوغرافي في مصر كان فادي جواني اكيد طبعا يعني كان ساعتها لا ما عارف الراجل ده بيعمل صور وعامله ازاي انا شايف ليه مدرسه وليه لون من غير لا لوجو ولا بتاع وكان وانا ليا صوري واعرفها واي حد يعرفها كان في كذا سام وريرا كان في الفتره دي فتره هم يعني اللي اصلا بدعوا الموضوع ده في مصر يعني كلنا كان كل واحد ليه لون وصوره معروفه انا بحب صوري ورم شويه هو بيحب صوره لا مش عارف ايه واحد فينا بيصور وايد شويه قوي واحد تاني بيصور لا كلوز مش عارف واحد إيه. مختار بيختار مومنت بس واحد كان مميز كان في تميز
الفتره الترند بقى بتاع الايديت اللي بقولك عليه ده كله بقى شبه بعضه، فبدا الموضوع على فكره مازال برضو والله يا سمير دلوقتي الموضوع بدا يعني بدا يتفرق شويه، بدا كل واحد حتى يحب شكل معين من الايديت مش يحب الايديت اللي موجود يعني، وبدا يبقى فيه مصورين اللي مكملين بقى المصورين الكبار في الويدنج اللي هو انا خرجت بره التصنيف شويه دلوقتي تمام، بقى كل واحد يحاول يفرض رايه يعني مش يفرض رايه بشكل وحش يعني، يقول للعملاء او للعرايس انا بحب كده، وبدا هو يبوست على الفيسبوك او يشرع على السوشيال ميديا شغله اللي هو بيحبه مش اللي هو بيعمله للناس يعني، انا مثلا بحط صوري انا بصور بطريقه معينه فبس مش بصور للناس بالطريقه اللي هم عايزينها، بس انا بنشر الصور اللي انا بحبها، فتبدا الناس مع الوقت هتجيلك على الصور اللي انت بتحبها تمام فاهم مش على اللي هم شافوه بره يعني، انا عايزك انت يا احمد عشان انت بتصور الصور دي بالشكل المعين ده فعجباني فانا عايزك تصور لي بالطريقه دي فيبدا كل واحد بدا ياخد اتجاهه شويه مع الوقت، المصورين الكبار كل واحد بدا ياخد اتجاهه ليه سكه سين ليه طريقه وصار ليه طريقه، انا بحب الابيض واسود بتاع كذا فلان فلان الفلاني بيصور في الفندق ده بشكل رائع ما حدش بيصور زيه فانا هجيبه وهكذا بدا يبقى فيه برضو تفرق شويه بدات الموضه بتاعه الايديت اللي هي اللون واحد دي تختفي شويه بس ايه تاني خلصنا الويدنج رحنا ايه بقى ماشي إيه؟ رحنا ايه بعد كده خطوه ثالثه قلنا في عرق سوس يا ريت والله كان نفسي اعزمك على حاجه بس احنا صايمين بعد الفطار احنا قاعدين للمغرب شكلك كده مطورين هات لنا فطار يا مينا والنبي خلصنا الويدنج واتقلت انت اتسحلت بقى في حته تانية خالص وهي الفاشن وابدعت بقى وكملت وطلعت نتائج وحاجات على فكره برضو انت برضو في نص الويدنج كان في بيوتي شوتس الميك اب كانت رهيبة. وهو بس هو عموما ايه انا طول عمري ما سبت مجال خالص رحت المجال بس انت كل فتره في حاجه بتلعلت كده فاهم قصدي فاحنا زي ما قلت لك الويدنج خلصناه وكان برضو في وسطه كان في زي ما قلت لك بيوتي كوميرشال وفي كل حاجه الكلام ده كله دلوقتي انت حاليا بنسبه كبيره متجه للفاشن قوي ايه بقى نحكي لنا شويه بص هو انا من زمان بحب جدا التصوير تصوير المنتجات يعني انا عندي يمكن انا برضو حاجه ناس كتير ما تعرفش عني الموضوع ده انا بحب القرايه جدا تمام بحب القرايه جدا جدا يعني قبل التصوير ده دي موهبتي يعني هوايتي الاساسيه بحب الهوايه بحب القرايه فكان في القرايه كمان انا يعني بحب اقرا حاجات كمان ما حدش كتير يقرا بحب اقرا عن التسويق فكان فكره ان انا اقرا عن التسويق دي مخلياني وانا بصور على طول في دماغي خصوصا في المنتجات والفاشن والكوميرشال هو انا ازاي الصوره دي هتبيع يعني هل انا وانا بصور الصوره ده السؤال قبل ما اطلع الصوره قبل ما اطلع الصوره فكان ده في حد ذاته اضاف لي في الجزئيه بتاعه الفاشون دي حاجه مهمه جدا ان انا كنت حاسس وانا بصور ان المنتج ده بتاعي يعني انا حاطط في دماغي انا بعد ما اصور الصوره دي انا هاخد الصوره كسمير دماغي عقل الباطن بيقول كده هاخد الصوره دي هروح ابيع بيها اقول يا جماعه شفتوا الصوره دي شفتوا اللبس اللي ملبوس في الصوره دي هتبيع ولا لا تشتروه تشتروه يعني بص نفس الكلمه دي تشتروه فانا بفكر بالطريقه دي هل انا هعمل الصوره دي كده ولا لا فبدات اشتغل على المدرسه دي اللي هو انا بصور الصوره الصوره دي هتبيع فبدات مع الوقت الموضوع يبدا يوسع شويه الصور هتبيع ولا مش هتبيع اختيارك بقى للمودلز واللوكيشن وطريقه اللايت بتاعك وانت بتصور وطريقتك في الايديت وطريقتك في تسليم الشغل سرعه التسليم انت عارف احنا في الويدنج كنا بنسلم بعد قد ايه شهر 45 يوم انت عارف انا اكبر سيشن فاشن بيتسلم بعد قد ايه 3 ايام مهما كانت الكميه انت متخيل الفرق ده برضو من العوامل اللي انت بتضيفها ما هو ده سرعه التسليم ما ينفعش استنى شهر شهر ده حاجه ثانيه بالظبط سيزون شهر ده بيكون هو صور فيه عشان انت نايم يعني انت لازم تواكب السرعه بتاعته ولازم تواكب هو بيصنع ايه عشان انت عندك غيره وعشان هو يبدا يعرض شغله عشان يبقى عنده كتالوج او عنده معرض او عنده طباعه او عنده لازم يطبع الكلام ده عشان يبدا يشوف هيبيعه امتى وعندك سيزون الشتاء وسيزون الصيف ومواسم بقى عندك في عيد الام بتصور حاجات لبس الامهات وعندك في اوقات دخول المدارس بتصور حاجات ليها علاقه بالمدارس وبتصور شنط مدرسه بتصور عندك انواع الوقت كتير. مهم قوي في الموضوع الوقت ده مهم جدا وموسم ممكن يكون ودايما المصنعين في الفاشن تحديدا في مصر عندنا الموضوع على طول على الطاير يعني قبل 3 ايام قبل اليوم اللي هيعرض فيه الشغل بثلاث ايام فيا دوب انت تسلم لدرجه ان في ايام يعني في ايام كنت ببات على الشغل اديت بعد ما بصوره لغايه ثاني يوم الساعه 9 الصبح لازم تسلم انا فاكر في يوم شربت 7 قهوه 7 قهوه و4 ريد بول
عشان تقدر تكمل، عشان اقدر افضل قاعد لغايه 9 الصبح اخلص الصور كلها اديت واسلمها باللوجو وعليها كود، كل موديل عليه كود لوحده، انت عارف كل قطعه بتصور عشان في وقت البيع هم بيبيعوا بناء على الكود، يعني مش مثلا يعني التاجر بيروح يقول للتاجر وريني الموديل الفلاني اللي كان لونه ازرق ولونه وبنطلونه واخضر يقول له كود 100 وكذا، فالتاني يخش عنده يجيب كود 100 وكذا على طول. فالكود ده بيبقى بيتكود من الاول عندي من التصوير، دي حاجات تبعيات ليها علاقه بالتصوير مش تصوير، يعني دي تبعيات ومش اديت يعني، او يعني تصنف اديت شويه بس هي حاجه في البوست برودكشن، يعني ازاي تطلع الصوره في الاخر العميل بيستفيد بيها. بتوفر عليه وقت كتير جدا ان هو ياخد الصوره خلاص جاهزه على الطباعه على طول ان كان بمقاس الطباعه. دي ميزه برضو من ضمن المميزات، دي حاجات بتكتسبها مع الوقت. يعني يعني انا اول ما بدات ما كنتش اعرف موضوع التصوير، يعني تبعيات التصوير الفاشن بشكل كده، لدرجه ان انا كنت بحكي لك قبل لما نسجل بقول لك انا طورت حاجات في شغلي فوتوشوب في الفوتوشوب واللايت روم، انا معتبرها تطويري بتاعي لوحدي تمام، عشان توفر عليا وقت وعشان افيد بيه شغل بطريقه معينه. يعني انا بقيت ادور على طرق احط بيها اضيف حاجات اضافات على الصور بشكل اسرع، تنزل على الصور كلها بشكل اسرع، بقيت وانا بصور، ودي حاجات برضو ممكن مصورين ويدنج ما يعرفوا يعني ما بدخلوهاش قوي، وانا بصور الصور كلها بتاعت الفاشون شايف مكان اللوجو فين، شايف مكان اللوجو فين تمام. الكادر بتاعي عمري ابدا لو انا هحط اللوجو على فوق على الشمال عامل حسابي ان مفيش دماغ هتيجي فوق على الشمال، يعني الكادر الشمال ده عندي فاضي، لو انا بحط اللوجو على اليمين في البراند ده عامل حسابي ان اليمين فاضي تمام. لو انا بحط مقاس او كود او حاجه معينه في الصوره تحت على اليمين او تحت على الشمال عارف ان مفيش رجل في المكان ده هتيجي في الكادر، تفاصيل كده صغيره جدا يعني تفضل مع الوقت بتكتسبها خبرات خبرات خبرات، بتخلي يعني انت سوقك في وسط الكاتيجوري دي يوسع. فاهم طبعا انا بحب زي ما قلت لك الورد في ماوس دي بالنسبه لي، انا التسويق بالنسبه لي هو الناس تقول لبعضها ده اول دي ودي طول عمرها اقوى اقوى هي اقوى حاجه على أقوى فكره حاجة. حتى الناس بتوع التسويق بيقول لك كده، يعني اقوى حاجه ده يجيب لك شغل، ده يجيب لك شغل، ده يجيب لك شغل لعلاقاتك. طب خلينا برضو في قصه التسويق، بما اننا بنتكلم في التسويق بنتكلم على السوشيال ميديا. انت حاسك ظالم السوشيال ميديا معاك؟ بص وانا كسول في الحته دي شويه، يعني مش من نوع المصورين بقى اللي هم بيصوروا وينزلوا سيشنز على طول وبهانز السين والكلام ده كله، ايه ليه يعني؟ ولا انت ملك يعني ما بتحبش؟ يمكن ده من تاثير، يعني من تاثير ان انا ما كنتش موجود في الكلام ده في الاول، يعني او انا موجود كنت بشتغل والكلام ده مش موجود. فاهم قصدك. فانا ما زلت مش متعود يعني، لا بتيجي عليها فترات بحاول اواكب الموضوع، بس برضو برجع على طول ارجع لقواعدي اللي هو انا يعني كنت بشتغل طول عمري والكلام ده مش موجود، فانزل انزل شغلي كل فتره وبتاع، بس برضو عارف احس انت بتقلي كده شويه تنزل شغلك واحده واحده بعدين يعني بقى فاضي، وممكن الاقي انا باجي انزل شغل على الفيسبوك بقعد اركز جدا انزل ايه، باخد وقتي طويل جدا، ممكن اخد قراري في السيشن اللي انا هنزله في 3 ايام، بحس انا ضيعت وقت كتير جدا في التفكير في ان انا هنزل بقى ولا لا، يعني خصوصا ان احنا برضو انت في سوق ومش كل حاجه ممكن تكون متاحه انك تقدر تنزلها، يعني انت صح في سوق كبير جدا. انا ما بدعيش ان انا شاطر على طول، يعني انا وانا ضد فكره ان الشطاره في مطلق دي، يعني ما فيش حد شاطر في مطلق، كل انسان فينا شاطر عارف انت نص لا موجات، يعني بتبقى شاطر جدا في اوقات معينه وبتبقى في حاجات معينه انت عارف ومعترف جواك ان انت اديت فيها وحش جدا. انا بصراحه نفسي في الكلام ده جدا. انا عارف كل مراحل فشلي وفاكرها كويس جدا وعارف مين انا فشلت في صوره، هو الحمد لله كلهم مبسوطين بس انا عارف انا جوايا عارف انا فشلت، انت تطلع احسن بكتير. انا فاكر الافراح اللي انا كنت نفسيا رايحه ومش مبسوط ما اديتش فيها حلو ازاي، فاكرها وفاكر انا كنت متضايق من ايه، وفاكر ان انا كنت ظالم العريس والعروس دول لدرجه ان هم جايين يستلموا ولو ليهم البوم مطبوع ولا بتاع يجوا لقوا اتنين، يجوا لقوا بدل بوستر يلاقوا اتنين، يجوا فاهم انت الحاجات دي هم ما يعرفوش ليه، بس انا كنت نفسيا كده مرتاح هم ما يعرفوش الفرق، وهو شيء هو لو خد حته هي هو مبسوط، بس انا حاسس ان انا مبسوط قدام نفسي. بتريح ضميرك يا حبيبي. رايح ضميري. طب خلينا ننقل من بره التصوير شويه نتكلم عن التعليم. تعليم التصوير عموما، محتوى بقى التعليم بره التصوير، فنروح نتعلم على تعليم التصوير. طب انت قعدت فتره يا سمير تعمل كورسات وتقدم محتوى علشان تفيد الناس يعني، وتعمل توكس والكلام ده كله، تقريبا اول حاجه كانت دبليو بي اس ويدنج فوتوغرافي اكسبيرينس شو. انا فاكر اليوم ده والله العظيم انا قد ايه كنت مبسوط لان لما اتخضيت والله العظيم الايفنتات دي انا كنت لسه
انا كنت ماسك موضوع الايفنتات ده هنا في سي بي سي، وكان ويدنج اكسبيرينس، ويدنج فوتوغرافي اكسبيرينس شو، كان اول ايفنت كبير بالنسبه لي وبالنسبه للسي بي سي. وكان اول طريقه يتعمل بالطريقه دي. يعني ما بقول لك، اول ايفنت كبير، واول ايفنت يبقى فيه عدد مصورين كتار، واول ايفنت يتعمل كده في سي بي سي. والصدمه بقى او المفاجاه ان هو يبقى كومبليت والناس تتخانق عشان تخش، وبادئين بسمير. سمير دخل لقى المكان لغايه بره، أيوة، في حجوزات كراسي بره داخل على الشارع. فكان الصراحه يعني بالنسبه لي ده بقى، بالنسبه لك يا احمد بتتكلم عن النجاح والفشل، ده من انجح حاجات عملتها، يعني الحاجات الناجحه اللي عملتها في حياتي. وعملنا منه جزء تاني، بس الجزء الاول ده كان يعني كان رهيب. كان طلع الاول، كان يعني كريم مسلم، وكان حسين وجورج تقريبا، مش كان ناس حلوه قوي والله. وكان بسام واحمد صالح، كنا كنا والله كانت شويه اسامي كانت حلوه، والناس كلها كانت الحمد لله مبسوطه. انت فاكر كان بتعمل، كنت انت بقاعد ومحمد علاء يقعد يناقشك، فاكر كان كده محكمه كده والناس. فاكر كان فاكر كمان كان في كده تكنيك انت علمته للناس، اللي هو الصوره البانوراما اللي بتصورها على كذا حاجه دي، وانت فعلا صورتها لمحمد يومها. هو لسه محتفظ بالصوره دي على فكره، بينزلها كل ولسه بيحبها. عنده بينزلها في كفر. كانت صوره الصراحه كانت لقطه حلوه. كان بيعملها مصور اجنبي اسمه برينزر تقريبا برينزر انا فاكر اسمه. كان مصور بتاع لاندسكيب، وكان متعود يصور بانوراما كتير جدا. فلما ساب اللاندسكيب وبدا يصور حاجات تانية، وبدا يصور ناس واشخاص وبتاع، بدا يفكر هو انا ليه ما جربش اعمل بانوراما لشخص. فبدا يعمل بانوراما لشخص بإف ستوب واسعة، بفتحة واسعة قوي وكده فمع الوقت انت بتصور صورة بانوراما لشخص، وليكن بواحد تمانية فتحة عدسة واحد تمانية، اجمالي الصورة انت بتاخد ديبس اوف فيلد غريب شوية. اولا بيبقى فيه شالو كده باك جراوند، شالو ديبس اوف فيلد ضخم جدا، والدنيا هيزي جدا ورا، تمام. وفي نفس الوقت على اجمالي الصورة وايد، يعني اجمال الصوره مش حاجه تيلي زي اللي احنا بنصور فيها، ليها حسبه تانية، ليها حسبه معينه. تلاقي نفسك مصور صوره مثلا يعني لو ليها معادله، ليها كالكوليتر بتحس، بتلاقي مثلا مصور صوره كانك مصورها بعدسه 30 ملي فتحه عدسه 0.5، فبتلاقي نفسك مصور صوره وايد جدا، وفي نفس الوقت الباك جراوند شكلها غريب جدا ورائع جدا. فبتلاقي نفسك بتطلع في الاخر صور غريبه كده. كانت بحب اضيف كده، والله كان ايفنت رائع. طب قول لي، احكي لي الاكسبيرينس بتاعتك في قصه التعليم والدراسه والكلام ده كله. والله انا بصنف نفسي ان انا اتعلمت وانا بعلم الناس اكتر ما علمتهم. يعني حلو. هو الحمد لله الفيدباك بتاع الناس اللي خدت كورسات والورك شوب والحاجات كلها. كنت بتدي ويدنج صح؟ بدي ويدنج، وادينا كام حاجه في الكوميرشال فوتوغرافي كتوكس والكلام ده كله والفاشن وده. فانا اتعلمت، يعني عايز اقول لك ان انا من اول كورس بديه اتسالت اسئله الحمد لله يعني اجاباتها كلها موجوده، بس بتفتح في مخك افكار طبعا ناس جديده واراء كتيره مختلفه، وقاعد قدام 10 في الكورس مثلا برايفت او الحاجات الصغيره دي 10 12 في شخص، كل واحد فيهم بيفكر بطريقه تانية. لا واجيال مختلفه وسن مختلف، تلاقي الصغير وتلاقي الكبير وتلاقي المتوسط. اديت بيزكس كمان زمان قبلكم كمان في اماكن تانية. كان الموضوع لا بتخليهم بتخليك انت عايز تفكر يعني في حاجات كتير قوي معلوماتك. يعني انا حتى انا طول عمري ولغايه دلوقتي ما بعرفش كل الكاميرات. يعني لو كلنا على فكره لا يمكن انتوا عندكم هنا المكان مختلف شويه، انتوا عندكم سي بي سي. لا انا برضو في مؤدات. في حاجه كده بس ان عشان عندي قناه بيبعتوا لي الكاميرا دي فيها مش عارف ايه. هو انا بفهم في التصوير لكن ما اعرفش كل حاجه، ما اعرفش كل سبيكس وما اعرفش كل الاسعار كمان، عشان انا بتسال في الموضوع ده كل يوم. طب ايه رايك، طب هو معروض عليا العدسه دي بكذا مستعمل؟ والله مش يعني اسال المتخصص. انا أكثر. اصلا عايز اقول لك انا ما اعرفش ثمنها جديده كام. يعني انا بعرف ثمن الحاجات اللي انا اشتريتها بس وبنساها. يعني لو سالتني على العدسه معايا هي الحاجات دي متغيره يا سمير كل كم اسبوع الحاجات اللي الدنيا. طب انا فاكر انا مشتري عدسه 70 200، هي بكام دلوقتي 70 200؟ لا اعرف فيرجن 2 بس هتلاقي حاجه و30 حاجه و30. انا مشتري ال 70 200 دي فيرجن 2 اول ما نزلت مصر ب 12000 ب 12 او ب 14000 حاجه كده. تخيل بقى اول ما نزلت تاني، كان قبل ما الدولار ده مش تعويم، ده قبله بكتير. قبل ما الدولار يعمل كان قفزه كده قبل قبل التعويم ده بكتير، لدرجه ان انا يعني اشتريتها ب 12 او ب 14، كان بعدها بثلاث ايام هي ب 18. يعني هي نطت 4000 جنيه او 5000 جنيه في نفس في نفس الاسبوع. وبعد كده فضلت العدسه طبعا بحكم ان هي عدسه من العدسات رهيبه طبعا في الحياه كلها، وما زالت لغايه دلوقتي عدسه قويه جدا يعني تطلع وما بتقلش. كمل بقى، كنا بنتكلم في محتوى التعليم. في التعليم هو انا حبيت الكورسات جدا، يمكن انا قللت شويه كورسات لان انا حسيت ان انا يعني
وده برضو انا بلوم فيه بعض الناس، المعلومات بدأت تكون اسهل شوية. يمكن انا قلت يعني هرجع بكورسات تاني لما اغير شكل الموضوع شوية، اغير طريقة الكورس بتاعي، اغير الكونتنت اللي انا بقوله بشكل مختلف، عايز يكون مفيد بشكل اعمق شوية. حسيت ان الكورسات مؤخرا بتاعتي انا مش البيزكس كمان، انا يعني كورس البيزك ده ثابت لازم كلنا نستخدمه. اي حد ياخد تصوير لازم ياخد بيزك، لازم يعرف كاميرا، لازم يعرف يعني ايه تصوير. بس بعد كده عشان تكمل في التصوير لازم تاخد كورس، انا مش عارف اقوله لك ازاي، بس عايز تاخد كورس مخ. والله تفتيح مخ، يعني مش تفتيح مخ برضه، عايز تاخد كورس رؤيه، تغذيه بصريه بقى يا سمير، ما ده اللي بنقوله للناس، اتفرج كتير. مش تغذيه بصريه بس برضه، تغذيه بصريه سرعه بديهه، ما هو سرعه بديهه دي مالهاش علاقه بتغذيه بصريه، سرعه بديهه، تعامل مع مواقف مختلفه، تعامل مع مواقف صعبه، اداره، يعني مجموعه كده معينه كده. اصلا حاجه بره التصوير، انت بدأت يعني حاجه بيزنس بقى، انت بدات مجال، المجال شكله يعني فني من بره تمام، بس انت لما يكون ده البيزنس القائم بتاعك ودي حياتك تمام، هتبدا مع الوقت انت لازم تبني حياتك من الموضوع. انت الموضوع بالنسبه لك انت بتفن، ما عنديش اي مشكله انك تفن، بس انت تعرف انت لازم امتى هتكسب وامتى هتعمل موضوع الغرض الفن البحت. لازم تعرف ان انت الفن امتى يخدم الماني تمام، وامتى الماني يخدم الفن تمام. دي معادله يعني اشد ما تكون صعبه جدا، والناجحين بس اللي هتلاقيهم كبروا في الموضوع، اللي عرفوا يمسكوا المعادله دي كويس. يعني انت مش هتلاقي حد كبر جدا في التصوير وبقى شاطر جدا وبقى مشهور وما بيكسبش، هي طبعا الا لو عنده مشكله. ومش هتلاقي حد بيكسب في التصوير، بيكسب من التصوير كويس جدا جدا وهو مش بيفن ومش فنان، الا لما تلاقي فيه مشكله او فيه تريكه غريبه في الموضوع. هم الموضوع بيطلعوا مع بعض بشكل نسبي، نسبه وتناسب كده تمام. بس فانا بالنسبه لي الكورسات عايز معاها كام حاجه حلوه جدا، اتعلم واكتسب خبره، بس لازم تجرب بره الكورس كتير. ولازم يعني انت ايه رايك الناس احسن تروح للاونلاين ولا الاوفلاين؟ يعني تاخد كورس ده ليه مرحله مهمه جدا، ده ليه مرحله مهمه جدا. هو الاونلاين اللي غنى عنه في الحالتين، في البدايات وفي الاحتراف صح جدا تمام، انما الاوفلاين لازم ياخد معلومات من شخص بشكل مباشر في الاول. عشان كده بقول لك البيزك، يعني كورسات البيزكس او ان كان برايفت او ان كان كورسات البيزكس دي مهمه جدا تمام. والمعلومات بقى المكتسبه من خبرات بقى، ان كانت وركشوب يقعد مع مصور يسمع منه بشكل مباشر معلومات مش هيلاقيها. انا يعني عايز اقول لك ان احنا لما بنقعد نتكلم مع احنا عاداتنا العاديه ممكن نقول معلومات مش هتلاقيها على اليوتيوب ابدا، مش هتلاقيها في محتوى واحد مارس، واحد راح قابل نفس المشكله، واحد مش عارف ايه، واحد جرب يا عم برودكت. اقول لك على قصه. انا مره كان معايا برودكت كده بدون ذكر اسماء، بصوره وموجود معايا في مكتبي، وحاسس ان انا فاشل فيه، حاسس ان انا مش مطلقه، انا مش مبسوط من النتيجه. جبته وجيت لي محمد، انا كنت موجود اليوم ده، كنت فاكر انت اليوم ده ساعه السي دي صح. قلت له محمد تعالى نجرب، قال لي بس احنا هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا وجافه ونجيب. كان ساعتها الايه ال5 دي ار، ال5 دي اسمها ايه، الاس ار، اس ار، الاس ار، و50 ميجا بكسل، 50 ميجا بكسل ده. طيب يا عم طلع نتيجه يلا، ومتفائل جدا. وسبت بقى نفسي، انا عارف محمد رؤيته غيري، انا مش بدور على ان هو حاجه، انا بدور، عارف محمد شاطر جدا ومستني اشوف حاجه منه تساعدني، احنا بنساعد بعض. هو البرودكت عموما كريستالات، عشان بس ابقى فاهم الناس، كانت لون كده في كريستاله معينه كان مضايقني، انا بيطلعش بالشكل اللي انا عايزه. فالمهم محمد عمل نتيجه تمام وفاخر، نفس النتيجه محمد، ونفس النتيجه بس بطريقه تانية خالص. يعني نفس النتيجه اللي انا كنت عاملها بس بطريقه تانية، بطريقه تانية خالص وبشكل تاني خالص. كل واحد فينا طلع نفس النتيجه، بس هو مش ده برضو اللي انا عايزه تمام. عارف انا وصلت للشكل اللي انا عايزه بعدها بسنه، يا نهار ابيض والله، بعدها بسنه، وفي يوم قاعد لوحدي في الاستوديو، وبعد ما كنت بصور المنتج ده بقعد في المنتج الواحد يوم تصوير وانا متضايق جدا، صورت حوالي 20 قطعه منتج من المنتج ده في نص ساعه، عشان لقيت التركايه. لقيتها حاجه، لا يعني حاجه بقى، والتركايه دي هتيجي تدور عليها هتلاقيها في البيزك، دي الخبره في البيزك، هتلاقيها في البيزك او بشكل ما، مش صريحه يعني، اقول لك بشكل سريع، هي التركايه ان انت رجعت الاساسيات، اللونج اكسبوجر، الفكره كلها ما كانتش في صعوبات الاضاءات المختلفه الصعبه، الكاميرات المعقده اللي احنا كنا بنستخدمها، رجعت البيزك. هو احنا ما بنستخدمش لونج اكسبوجر طالما المنتج ثابت والكاميرا ثابته، حاجه تركايه لا يعني يغفل عنها كتير تماما. لدرجه ان انا بقعد اقول للناس يا جماعه دوروا في البساطه،
الاول قبل ما تعقدوا الامور. يعني عندي واحد صديقي برضو عايز يعمل استوديو جديد مصور جديد. انا يا استاذ سمير عايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا وعايز اجيب اضاءات وستاندات، والبوم ستاند اللي انت بتجيبه وتميله من فوق ده بيجي منين؟ طب ومش عارف ايه، طب الستاند اللي بتعلقوا عليه الكرومات اللي بيطلع وينزل، انت ليه بتعقد الامور؟ انت ابدا بالبسيط. انت ما تعرفش انا زمان كنت بصور بايه. انا لو قلت لك، لو انا والله لو قلت لك اسم اللايت سورس اللي كنت بصور بيه، يمكن لو حد شافني من الناس القديمه قوي بس واكتبوا في الكومنتات الموضوع ده، كان في لمبه اسمها لمبه الفوتوسيل. انت ما تعرفهاش؟ لا. طب هو هتلاقي ممكن في الكومنتات على اليوتيوب يكتبوا الكلام ده. اللمبه دي كانت بتضرب فلاش لما بتشوف اي ضوء. يعني مش فاهم، هي ما فيهاش اي، هي ما فيهاش اي دائره تكنولوجيه، هي تشوف اي ضوء تروح ضربه، هي ما بتفهمش. هي لو عملت قدامها فلاش هي بتضرب. تمام. مفيش باور، مفيش تحكم، هي كده انا هضرب. ما بيركبش كده عليها موديفاير غير الامبريلا بس. هي دي انا بقول لك في فتره من الفترات كنا، وكنت ساعتها بنعمل ارت بقى. يعني ساعتها كان في المعدات الصعبه جدا دي احنا كنا بنبدا نشوف هنوزع النور ازاي، ونبدا نشوف هنستخدم الامكانيات الضعيفه جدا ازاي. الاستوديو بتاعي في الاستوديو القديم كان اوضه 3 متر في 4 متر. انا فاكر في يوم من الايام جالي فستان عروسه، احب انت القصص دي. فستان عروسه بديل طويل جدا، ودي كانت اول مره يجيلي الفستان ده في الاستوديو القديم زمان، او الكلام ده بكرده بكلمك من يعني 10 سنين، وكانت لسه فكره البانوراما بالنسبه لي دي جديده. حتى انا كان واقف جنبي حد بيقول لي انت بتعمل ايه؟ انت بتصور كذا صوره عشان تدمجهم. انت بتصور ايه؟ لاني بصور العروسه فردت الفستان، والفستان جاي لغايه رجلي وانا في ظهر الحيطه خلاص. مفيش مكان تاني. صورت الصوره ونزلت الكاميرا وصورت الصوره الثانيه ولفيت لغايه رجلي جبت الصوره الثالثه. فانا بالنسبه لهم شخص مجنون. يعني انت بتعمل ايه؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ الفستان مش جاي على بعضه ليه؟ حركه انت مش ليك، انت لما تيجي تستلم تلاقي الفستان على بعضه. عارف فكره حلو ايه؟ ان انت كنت جريء انت تعمل ده. هي يعني انا واحد مثلا من الناس ممكن اخاف موقف بتاعك ده، يعني فستان كبير لا مش هينفع الموضوع صعب اتصرفه، لكن انت جريء ان انت خلاص تمام انا هظبط واتصرفت بانوراما. وكمان انت بتقول لسه جديد في البانوراما، فانت مش عارف مدخلها بقى على الكمبيوتر ايه اللي هيحصل. حد عارف ايه البانورامات دي بتتعمل؟ انت برضو يعني بقول لك جرأتك ان انت ما كنتش عارف انت بعد ما في البروسيسنج هعرف اعملها ولا لا، هتتعمل ولا مش هتعمل، وهتطلع بقى البرسبكتيف بتاعها عامل ازاي والدنيا. كان ربنا كرمني كمان في الفتره دي محمد اخويا. كان عنده مدرسه معينه كده في التصميم، كان انا كنت اشطر منه في الفنيات شويه سواء اداريا وفي المغامره. كان اقوى مني، كان يقول لي كل حاجه بتيجي بالعناد. هو بقى ممثل اهو. قصده العناد في الـ في الـ في الـ في الاجتهاد. في شغل اللي هو هعمل ده هعمله. وكان بيقبل حاجات، يعني هو مثلا في اتفاقات كانت تبقى معايا واتفاقات معايا، يقول لي سمير انا قبلت كذا، احنا ما جربناش نعمله قبل كده يا محمد، يعني انا ما اعرفش بيتعمل ازاي. يقول لي هنعمله وهنجتهد وهيطلع حلو، مش نخسر حاجه. احنا قدامنا 3 ايام نذاكر فيهم. 3 ايام دول فعلا ممكن ما نكونش بننام. انا عايز اذاكر، انا هصور الشغلانه دي ازاي. جت علينا فتره كمان كنت بصور البوسترات بتاعه المسرح. يعني كنت بروح اصور المسرح، اصور الممثلين كلهم، ونبدا نجمع الممثلين في بوستر للمسرح بيتكتب عليه تاليف واخراج والحاجات دي. الحاجات دي جت عليها فتره كان ليها عصر ذهبي كده في مصر، فكنت انا يعني كان العصر الذهبي ليا في المسرح. انا برضو انا اتنقلت من حاجات كتير قوي. فصورت الحاجات دي فترات كبيره جدا، فكنا بنقبل ساعات افكار وحاجات تطلب مننا عشان نعمل. انا لدرجه ان انا مره عملت بوستر مسرح كرتون، وانا عمري في حياتي ما كنت في الكرتون ده بيتعمل ازاي. تمام. يعني في مره برضو مره انا جالنا مجله فاشون، وانا عمري في حياتي ما كنت اعرف مجله بتتقفل ازاي على الفوتوشوب. يعني فما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها ان ديزاين، برنامج اسمه ان ديزاين. ان ديزاين ده متخصص بالمجلات والكتب. اتعلمت ان ديزاين ده في 3 ايام. برنامج معقد جدا اتعلمته في 3 ايام، لان اول مره رحت اسلم فيها المجله رحت بهارد عشان اسلم 100 صفحه معمولين بي اس دي. تمام. فسلمت فايل ضخم جدا جدا ومطبعه ما كانتش راضيه تستلمه وبتاع، فزعلت فرجعت ذاكرت ورحت لحد صاحبي قال لي المجلات بتعمل برنامج اسمه ان ديزاين، بس هي المفتاح بس مش عارف. الكلام ده من سنين كبيره جدا. رحت ذاكرت البرنامج ده 4-5 ايام، صورت رحت سلمت الفايل بي دي اف المجله كلها 60 ميجا. بعد ما كنت مسلم مش عارف 120 جيجا. فرق عشان عرفت بس التركية. التركية ان الان ديزاين ده هو اللي بيصمم الصفحات وبتحط فيه التكست وبيفهم التكست بتاعت العواميد الكتابة. موضوع بص هو متعة التعلم حلوة. يعني انا بحس انك تتعلم معلومة جديدة ليه متعة لوحده.
انا ما بشبعش المتعه دي. انا بحس ان انا طول ما انا عايش اكبر متعه في حياتي ان انا اتعلم حاجه جديده. ولو نفذتها متعه اكتر. ولو نفذتها متعه اكتر ولو كسبت منها متعه اكبر بقى. او مش متعه اكتر تقدر تقول هو دي النتيجه اللي انت لازم توصل لها في الاخر. انت لو بتقرا كتير او بتكتب كتير ما انت لازم تبقى كاتب يعني. لازم تكتب حاجه، لازم تنشر كتاب كتابين ثلاثه، لازم كتاب منهم يجيب لك في يوم من الايام ربح. تمام. لو انت بتأدي اي حاجه اي اداء معين مع الوقت انت بتتعلم وبتبقى مستمتع وانت بتتعلم وتأديه مره واتنين وتلاته مستمتع، لما تبدا ده يدخل لك ربح ده موضوع تاني خالص. ده موضوع تالت، ده حاجه اقوى. انت نمت ولا انت مستمتع؟ ولا مستمتع يا سمير؟ والله فرحان في هذه الحلقه. انا مبسوط يا سمير انا كنت معاك النهارده والله. انت منورنا ومناقشه معاك كانت جميله. تمام. الناس يعني اللي انا بحبهم. مش عايز تقول اي حاجه قبل ما نقفل؟ تسيبني نص ساعة فقط يا عم؟ خلاص بقى نص ساعة فقط. عايزين نروح عشان عندنا فطار. عايز تروح أمينة؟ أمينة أمينة هيفطر ياكل براحته عادي أمينة. لا والله أنا مبسوط إني معاكم. أنا بعتبر سي بي سي دي بيتي. يمكن أنا لما المكتب بتاعي اتنقل من فيصل والهرم وجيت المعادي، كان أكتر حاجات أنا مبسوط بيها إن أنا موجود جنب سي بي سي. انا بفتخر بالموضوع ده. بحبكم كلكم وبحب سي بي سي اداره واشخاصا ومكان. وانا عارف ان المكان ده اكتر مكان بالنسبه لي في مصر انا عارف ان هو بيفيد الفوتوغرافيا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني. واتمنى انه يفضل كده على طول في ظل الازمه اللي احنا فيها. احنا في ازمه الكورونا دلوقتي. خير خير. مش عارف ايه ده هيكون خير. انت والناس هتشوفوا امتى؟ بس احنا دلوقتي في ظل ازمه الكورونا. كل الانشطه رمضان. يعني عشان الناس اللي هتشوف الفيديو ده في يوم من الايام في الكورونا ورمضان يعني هو ديت سيزون ورمضان. الناس هتشوف. فاهم قصدك فاهم قصدك. وعارف ان احنا بنصور في ازمه في عز ازمه الكورونا في عز ما كل الناس موقفه انشطتها تماما. في ناس ان شاء الله بتفكر ان شاء الله مكملين باذن الله. ايوه سيبني اقول الكلمتين. لا لازم اقطع كلامي. مش هقول لك الكلمتين. طيب في ناس سي بي سي ونادي القاهره للتصوير. مش بقول الكلام ده والله عشان حاجه، بس انا بحب انا فخور بيكم يعني. مكملين هم يضيفوا محتوى للناس، مكملين هم يدوروا هيفيدوا الناس ازاي حتى في عز ما الانشطه بتاعت الكورسات والتجمعات واقفه ومش موجوده. في ناس بتجتهد يعني. الناس بتجتهد تستحق الاحترام وتستحق كل التقدير يعني. شكرا لك يا سمير. خلصت يا سمير؟ خلصت يا عزام. الظرف بره مستني. ايه رامز جلال. رامز جلال شكرا يا سمير نورت والله. وانا مبسوط ان شاء الله اشوفكم في بودكاست جديد. سلام.